نحو 213,000 قطعة أثرية تغني متاحف العاصمة أنقرة. هذه الآثار تتحدث عن حكايات حضارات عاشت في الأناضول، كانت أول الحثية التي تطورت بين عامي 1680 و1180 قبل الميلاد. الحثيون كانوا أول من استخدم الحديد في القتال والعمل، ولهذا السبب يؤكد المؤرخون أن أبناء ذلك العصر كانوا شديدي البأس، يخلقون القلاقل والنزاعات لبسط نفوذهم. فترة ولادة الحضارة الحثية كانت في القرن 18 قبل الميلاد. أسباب انهيار هذه الحضارة كانت الحروب الأهلية الدائرة بين أفراد العائلة المالكة للوصول إلى العرش، وقد أدت الحروب تلك إلى أزمات اقتصادية خانقة. فبعض الرسائل التي اكتشفت كانت تستجدي من الملك إرسال الحبوب، لأن الشعب يموت من الجوع. من أهم ما يتضمنه هذا المتحف لوحات مسمارية تشير إلى أول اتفاقية سلام دولية في العالم وقعت بين الحضارتين الحثية والفرعونية عقب نزاع دام بينهما عقودا من الزمن بهدف الاستيلاء على الحكم. شهدت المنطقة حينها أزمات اقتصادية خانقة دفعت لاستجداء بالملوك كي يبعث المؤن للشعوب حتى لا تموت جوعا. تعاهد أغنى حضارتين في حوض المتوسط على السلام أسس قواعد الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد المعاهدة التي خلفت مئات السنين من الطمأنينة بسبب التعاون بين ساكني الأناضول وحكام ضفاف النيل القدماء. أول ذكر للحثيين في المراجع التاريخية كان على يد مؤرخي الفرعون رمسيس الثاني الذين أكدوا انتصاره على جيوش الحثيين في معركة قادش، لكن الحقيقة انجلت بعد اكتشاف الحضارة الحثية وقراءة مراجعها التاريخية التي تشير إلى أن رمسيس الثاني كان قد خسر في قادش واستطاع بصعوبة إنقاذ نفسه وما تبقى من جيوشه. احتفال مسؤولي متاحف العاصمة أنقرة بالآثار التاريخية العائدة إلى 5000 عام يهدف الارتقاء إلى مستوى عالمي بهذه الثروات في محاولة لاستقطاب سياح أجانب ومحليين لتفعيل الثقافة الأناضولية، وبالتالي تعزيز الحياة الثقافية والتخفيف عن كاهل الدولة في التعريف بحضارة المجتمع التركي. في هذا الإطار تصب مشاركة متاحف أنقرة في إحياء أسبوع السنوي للتمازج مع روح الماضي العريق والحاضر المتقدم، معتمدين على الثروة التاريخية التي يمتلكونها والممثلة بما يزيد عن 200,000 قطعة أثرية.